بسم الله الرحمن الرحيم. في ليله الافراح الاهلي بيكسب طلائع الجيش 3-0. المكسب ما كانش يفرق معانا قوي بصراحه، الاداء جوه الملعب ما كانش يفرق معانا. كان يفرق معانا ايه؟ لحظه وصول مؤمن زكريا الملعب، وبعد نهايه المباراه مؤمن بيسلم الدرع الدوري لاحمد فتحي او ايمن اشرف او حتى كمان محمد الشناوي. احنا جينا عشان كده بابا، احنا مش جينا عشان نتفرج على المباراه ولا جينا نتفرج على 90 دقيقه. احنا عدينا تسعينات كتير يابا، مش مهم بالنسبه لنا اخر 90 دقيقه. اللي باصي باصي، واللي يغلط يغلط، واللي يعمل اي حاجه يعملها. ليه؟ عشان خاطر ده مجهودهم طول 33 مباراه. الناس تعبوا وشيلوا في الدوري ده، فما جتش اخر مباراه يعني نريح. فلما نلاقي ان احنا بادئين المباراه اللي احنا ناويين ان احنا عادي لو ريحنا نلاقي وليد سليمان جاب جون فوق 47 سنه، لا 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 لا، احنا هنفتري النهارده، هنحفل جوه الملعب وهنحفل كمان بعد المباراه. الله اكبر بصراحه، اداء كان كويس جدا. سيبك من عناصر الموسيماني بيلعبها النهارده، سواء ان هو بيلعب بفخري مساك او بيلعب بالعربي بدر اساسي، شغل كويس قوي برضه انك تدي محمود وحيد عشان تحسسه حساسيه المباريات، وان الراجل يعني هراح علي معلول شويه. تكريم محترم جدا لكابتن احمد فتحي، وبنقوله شكرا جزيلا ليك على الفتره الطويله اللي قضيتها جوه النادي. شكرا ليك، احنا احترمناك جدا من اول لحظه دخلت فيها النادي لحد اخر لحظه خرجت بيها بره النادي، ونتمنى لك التوفيق. سواء رحت سواء روحت كملت بيراميدز، او سواء حصلت اي حاجه ورجعت الاهلي، برضه بنحترمك وبنحترم قرارك جدا، علشان خاطر انت قدمت للنادي كتير جدا. اما قالي له دبابه ابننا، فاحنا اهم حاجه ما يتصابش، بس احنا كنا خايفين عليه جوه الملعب ما يتصابش رجله له اي حاجه. وليد سليمان كانت حاجه محترمه ان انت تبدا بيه النهارده. بصراحه بيتسو موسيماني من المدربين اللي عبقره جدا الموضوع نفسيا، بيعرف يتعامل معاك نفسيا كمشجع، وبيعرف يتعامل مع واحد زي جيرالدو نفسيا جوه الملعب. يا راجل الفينش بتاع جيرالدو، مش ده جيرالدو اللي انا اعرفه، لا لا مش ده جيرالدو. جيرالدو اللي انا اعرفه كان خدها وشاطها في نص الجون وجت محمد بسام، انما جيرالدو بيعمل الشيب، لا 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 لا. كهربا جون التالت شايطها عمياني، بس عادي يابا، ده كهربا يعني ما بنهاش يعني اعمل بيه اي حاجه في الملعب، بس يرجع عند الجون وتحس ان في كهربا فعلا جات له. بس انا اهم حاجه في المباراه انا محددهم، لقطه وليد سليمان وخروج وليد سليمان دي كانت لقطه محترمه جدا من بيتسو موسيماني. لقطه تحيه احمد فتحي دي كانت لقطه جدا انا احترمتها بموسيماني، ان هو استنى لحد اخر المباراه وراح مطلع احمد فتحي علشان خاطر ياخد تحيه الجمهور وتحيه اللعيبه. دي حاجه انا احترمتها جدا لبيتسو موسيماني. لا 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 لا، انا مش هحتفل بلاعب لعب 52 مباراه في 4 سنين، لا 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 لا، مش بتاعتي انا خالص دي. في ناس ثانيه تقعد تقول لك بس ده هياخد فرصه مع موسيماني وهيكسر الدنيا مع، انا مراهن على ان جيرالدو هيرجع هينجح مع موسيماني، وما راهنش على صالح ابدا. صالح ده ما يطولش رقبه اي حد، فسيبه يا عم كده، يمكن ربنا يهديه ويحس بقيمه موهبته، والراجل ربنا يهديه علينا. مباراه كويسه، بس انا زعلت الامانه الكلام اللي قبل المباراه ان احنا هنعير الي وباجي الاسماعيلي، لان يا جماعه الراجل كان ماشي كويس مع ريني فايلر. وبالمناسبه دي احب برضو اشكر ريني فايلر على الموسم الكويس اللي هو قدمه لينا، على الموسم اللي خلص الدوري فيه من الدور الاول، وما نقعدش على ان احنا يعني ننسى دور الراجل عشان خاطر برضو الراجل فعل بند الغاء التعاقد من طرف واحد. لا، احنا ندي لكل واحد حقه علشان خاطر ده دوري الناس دي تعبت فيه، دوري المدرب تعب فيه، دوري اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب كلها بالمصابين بكل لاعب دخل القناه بتاع النادي الاهلي تعبوا فيه وكلهم جاهدوا. كريم ندفد ما جاهدش ولا عمل اي حاجه، بس هنعمل له ايه؟ يعني هو ذنبه في رقبه الدكتور خالد. سعد سمير يعني لو كان موجود ما كانش زماننا خلصنا الدوري كده، بس عادي يعني. اهم حاجه برده ان هم اللعيبه دي برده كانت بتتعب، وكان على الاقل يعني كان بيبقوا نفسها مع اللعيبه جوه الملعب، مش عارف ايه نفسها مع اللعيبه جوه الملعب دي، بس عادي يا عم عدي، احنا جايين نحتفل. احنا جايين نحتفل كده يعني، مش تخسر حاجه يعني لو عملت لايك او عملت سبسكرايب. اما انا لو مستنيين اتكلم في ال 4-2-3-1 بتاعت كابتن عبد الحميد بسيوني وعمرو جمال وفعاليه عمرو جمال، وهل موسيماني يدور ان هو يرجع عمرو جمال؟ فهي الراجل مش مقتنع ببادجي هيرجع عمرو جمال، انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ بالراحه كده، عمرو جمال ايه يابا؟ ده احنا محتاجين نخلص من مروانه، تقول لي يا عمرو جمال يرجع؟ يا عم احمد ربنا ان هو مش على خير، واحمد ربنا ان طلع الجيش ممكن يمدد له الاعاره، ده لو هم رضيوا اساسا. عمرو جمال يرجع يابا، اللي يرجع الاهلي. وبرده كانت لفته ممتازه انك تدي شادي رضوان. انا بقول لك الراجل ده عبقري جدا في موضوع التعامل مع اللعيبه والجمهور نفسيا. انتوا عايزين ايه؟ وانا اديه لكم، عايزين لعيبه ناشئين وشباب اديلهم مباريات من عينيا، عايزين نرجع صالح جمعه من عينيا. والله انا خايف بعد كل ده يا راجل تاخد افريقيا ولا نفسي بطبل لك غصب عني. والله يا راجل ساعتها انا هشغل القناه دي 24 ساعه تطبيل ليك، بس اهم حاجه ناخد افريقيا سواء من الزمالك او من الرجاء. بس انا مش بعد كل الفيلم اللي ده اجي اخسر من افريقيا في الزمالك، ده انا اقفل ام القناه وبطل اشجع كوره وبطل. مش ناقص حرق الدم ايه يا جماعه؟ مش كل سيناريوهات الكوره دي تحصل معايا انا، ما مش عندي هو وخناقه بقى.
لا انا عايز اسعد نهائي شبعنا خلاص، اتحملت كتير في خساره النهائيات ده، اتحملت خساره الوداد واتحملت خساره الترجي واضرب يا بدري والحاجات دي خلاص لسه اتبنت بالنسبه لي عقده، فمش عايز اشوفها تاني السنه دي عشان الموضوع يبقى زياده عن حده. فانت لو خدت افريقيا انا مضطر ساعتها اطبل لك واطبل لكل جنوب افريقيا يا عم، بس اهم حاجه ايه؟ نرفع البطوله. احنا بنفرح ليه او بنشجع الكوره دي ليه؟ عشان خاطر الفرقه اللي احنا بنشجعها توصل في الاخر للبطوله. فلما النهارده الاهلي يوصل ان هو مستني تتويج بعد المباراه، يا عم اعمل عايزينه في 90 دقيقة، يا عم اللي يغلط يغلط واللي يعمل حاجة حلوة تبقى حاجة حلوة ليه هو، يا عم الراجل بينزل أحمد الشيخ، الراجل بينزل شادي رضوان، الراجل بينزل صالح، الراجل بينزل محمد هاني، هينزل ياسر إبراهيم، ينزل اللي هو عايزه، خلصنا الدوري ومباراة تحصيل حصل وكلنا مستنيين 90 دقيقة تخلص علشان خاطر نشوف مهم زكريا في الملعب وعشان خاطر نشوف اللعيبة وتعاملها مع مهم زكريا اللي بنتمنى له إن هو يرجع بالسلامة وإن هو ربنا يشفيه وربنا يكرمنا في يوم من الأيام ونرجع نشوف مهم زكريا جوه الملعب تاني. ده بس اللي احنا بنتمناه. انما هتقعد تقول لي الجيش كان بيلعب كاس، لا احنا مش جايين عشان كده، احنا جايين عشان خاطر بقى بعد المباراه، والحمد لله وصلنا لما بعد المباراه. الله يرحم ابويا كان زماننا دلوقتي قاعدين بنتفرج على قناه الاهلي وقاعدين فاتحينها وبنتفرج على كل التفاصيل اللي كانت بتحصل جوه الغرفه. بالمناسبه يعني مش تخسر حاجه يعني لو عملت سبسكرايب في القناه ودعيت للراجل، يعني مش عيب ولا حرام يعني.